دعاؤه إذا نعي إليه ميت أو ذكر الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل، واكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل، حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء يوم بعد يوم ولا اتصال نفس بنفس ولا لحوق قدم بقدم. وسلمنا من غرور وآمنا من شرور، وانصب الموتى بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا، وآنسنا به قادما، ولا تشقنا بضيافته، ولا تخزنا بزيارته، واجعله بابا من أبواب مغفرتك، ومفتاحا من مفاتيح رحمتك. أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرين، تائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.